ادي اخرة رميتنا على واحد لا نعرف له اصل ولا فصل. بالراحة شوية يا علية، يمكن لا قدر الله جراله حاجة، وبعدين الراجل لحد دلوقت ما شفناش منه حاجة وحشة. طب وقهرة بنتنا دي نعمل فيها ايه؟ استر يا رب. هم يا بت. حاضر يا عمي. ما فصلي سايبة قلبي يوقف، مش قادرة. شد نفسك، هانت كل هذا دقيقتين وهترتاح. قوم يا بت قومي. حاضر. نامي. تعالي تعالي. دامي دامي يا خاطي، دامي. اتقي الله. وما تقتلوش انت ليه يا راجل؟ ما تقتلوش ليه؟ تقتل طلاق يا حسن؟ تقتل طلاق؟ يا ناوي يا ناوي. يا بنتي خلاص روحي ساعدني. اقتلني اقتلني حسن يا عم اقتلني. ترتاحي دلوقتي؟ قومي معاي. اللي جابه هنا منى. معايا الصهاج. انت مش هتقتلني. يقتل النسمه اللي بيتنفسها. لازمه خبر يا والد اخوي، احنا مش اتفقنا نتقابل هناك في المركز؟ لقيت نفسي قريب قلت اوفر عليكم المشوار. طيب اختك معاك؟ خد بالك منها زين. وانت بت؟ ايوه. خدي بالك من نفسك. يلا يا دكتور. مع السلامة يا ست نسمة. خلقاتك جبتها جوا في العربية. مع السلامة. مع السلامة. يلا. ربنا يخليك لي يا أخوي. خلاص يا بت، هم ونزاح. هتقولي بيها مناحة. خلاص. أقول لك إيه يا نسمة؟ أديك تركبي ورا وتدس راسك في الكنبة الورانية، ما عايز حد يشوفك من أهل النجع. يقولوا إيه؟ الراجل هرب بيته. لا، أنا هكور نفسي ورا. طيب حسبي تضيع مدهوجي وتفتصي. يلا اركب يا ست المرحومة. عندك تلاجة صغيرة ورا فيها عصير وكل حاجة، ولما نوصل
هبقى اجيب لك فطار كمان يا ستي.